بدينا في كبة التوست، شويناها بشوية زيت زيتون وزيت نباتي. بعد ما قلبناها واستوت ونضجت 100%، كنت محضر على جنب خبز التوست. دهنته شوية مايونيز وكاتشب، أضفت له الخس والمخلل، وأضفنا كبة توست نبيل على الخبزات، وبعدين زيناها بشوية من الخس وأضفنا على وجهها شوية كاتشب ومايونيز. بكيت كبة توست من نبيل، بدنا خبز توست، آيسبرغ، مايونيز، كاتشب، مخلل، وشوية من الزيت النباتي أو زيت زيتون من زيتاته. ليش سميت كبة توست يا معلمي أبو طه؟ منك نستفيد. كبة توست لأنها كانت، أو لما انصنعت الكبة هاي أو تفكر فيها على أساس أنها تتسوى بسندويش التوست. تمام، شوف الفكرة أنت. أوكي، خبز التوست العادي. بالضبط. تمام. هي عبارة عن كبة دائرية. تمام. ممكن نشويها، ممكن نسلقها، ممكن بالفرن، ممكن نقليها. أوكي. ممكن نقدمها مع سلطة. سلطة بس نشويها على الفحم مثلاً. أه. وجنبها سلطة، تبولة، ممكن نقليها ونأكلها مع الأكل عادي. يعني جميع أنواع الأفكار موجودة. ممكن نطبخها مع صلصة. تمام. لبنية، صلصة بندورة، دبس رمان. أه. يعني هاي الكبة لها عدة استعمالات. بس اليوم بدي أعملكم الطبق الأساسي منها. تمام. إنه سميت كبة توست ليش؟ ليش؟ بدك تسوي لها طريقة بخبز التوست. بخبز التوست. وهي طبعاً واحد من 12 نوع كبة عندنا. أه. في نبيل. أه. نبيل أكيد ما له بديل. تمام. فمباشرة بسم الله الرحمن الرحيم رايحين نضيف شوية زيت في مقلاة. بتاخذي اليوم قلي سطحي. هون طبعاً هالكبة هاي هيك عبارة عن كبة مصنوعة من البرغل ومحشية باللحم مع البصل والبهارات. يعني كبة عادية لكنها مسوي بشكل قرص. طبعاً في عنا كبة موصل اللي تيجي أكبر منها. تمام. هذا الباكيت فيه 10 قطع. هذا الباكيت الواحد فيه 10 قطع. زي ما حكينا احنا سميناها كبة توست لأنها بدنا نسويها بالتوست. اوكي. فنفرد الخبزات يا ابو طه بهجات التقديم زي ما انت شايف يا الحب الحب. هذول قلبتين ابو عون؟ يعني يقدر لك قلب يا ابو طه، يعني ما عندي مانع اذا قلبت اخوك يا ابو طه. يعني كل الاحترام والتقدير لك. اه ما فيش داعي للزيت كثير. وزي ما قلنا ممكن كمان نسلقها سلق، يعني ما في مشكلة. سلق كيف تنسلق ابو عون؟ بالمي، ورقتين غار، حبة فلفل اسود، حطها بتطبها بالمي. طبب يم. بالضبط، وسلقها سلق كامل، وبعدين يمكن نستخدمها لاي شيء بدنا اياه. حنضيف شويه كاتشب على هالخبزات، وعندي هون شوي من هالخس. الخس طبعا الايسبرغ، واستخدموا اي خس بدكم اياه حسب ما متوفر عندكم يا الحبايب. نضيف هالخسات، الخسات منقيه تنقايه ابو. والله يعني على الفراز، على الفرازه، على الفرازه. في بعض الحبات نضجت عندنا، راح افرجيكم اياها من جوا كيف. بس خلوني الحبه اللي نضجت هايها. طبعا انا مذوبها شوي، هاي جاهزه لسه بدنا. لسه بكير بكير نحط باقي المواد. ايه يا رجل انا نسيت. في عندنا مستعجل ابو عون. والله مستعجل يا اخوك. هاي المايونيز هون عندنا كمان. ممكن نضيف بندوره، ضيفوا خيار، ضيفوا اللي بدكم اياه، وشو ما بتلاقوه مناسب ضيفوه. انا بدي احط رغبتكم رغبتكم. المخلل يعني زاكب هاي. اوف، هاي المخلل عندي، المخلل موجود يا ابو طه، ما في عندنا مشكله. بصل ممكن نضيف عليه كمان مثلا. اي شيء بدكم اياه فيكم تضيفوا عليه واستعملوا خيالكم. صحن تبولي جنبه، يا سلام. صحن فتوش، صحن سلطه. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا ابو طه. يا اخي بركن عليك، صح؟ شوف الكبه صارت محلاها. طب. على طول ناخذها ومننزلها وين يا ابو طه؟ على خبزة التوست. خبزة هيا، مخلل، مايونيز. ايوه، هسه بجيكم حبه. بدك تفتح واحده صح؟ طبعا طبعا، هذا لا شك. هيا هون، شايفين يا حبايبنا؟ بس حرام نغطيها بخبز التوست لأنه والله منظر جميل. أيوة. الله يسعد قلبك يا سلمى. أيوة. الآن الخبزات اللي إحنا بدنا نغطيهم فيها بدنا نعمل لهم هيك. شوفوا كيف؟ حرام تتغطى.
الله حرام تتغطى يا ابو طه هذه، لانه منظر يعني رهيب. ايوه، وبهالنص كمان رايحين نحط لنا شويه خس هون. الله. دعما لايش يا ابو طه؟ دعما للسندويشه. هذا خسك شويه ميكس ليفز، ممكن تستعمل اي شيء بدكم اياه استخدموه. الله، زي ما انتم شايفين يا حبايبنا، يعني صار صحن سلطه، صحن سندويشات وسلطه، يعني مخيف جدا، و يعني كثير بسيط ومتكتك. طيب ابو خليني بس اتكتك الصحن، واحده من هذول. هات يا ابو طه، هات اخوك يا ابو طه، خلينا لانه حرام يغطيها هاي. طيب اسمح لي انا افتح واحده طبعا من هذول. بس انا هون بدي احط عليها كمان شوي من هالكاتشب على هالسندويش هيك، حتى ايش نطريها كمان من جوا. بدك النار ولا اطفيها؟ لا اطفيها ابو طه. ممكن شوف من جوا كيف، وشم لي ريحتها محشيه بهاللحم من جوا. اقول مسقسقه يعني، يعني مش ناشفه، مش ناشفه. طبعا تعرفوا انه احنا لو بالافطار بالايام العاديه شو صار فيها. لا 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 عم شمشم. يا سلام، طبق وفكره حلوه كثير زاكي، ممكن نسويها للسحور سنة ذوقت يعني. ولا اروع زي ما انتم شايفين حبايبنا، وهي عليها الكاتشب وعليها يعني. ممكن نستخدم كمان طيب. الماسترد اللي بدكم اياه استخدموه ممكن. عند استخدام بس غطوا السندويشه بالقطعه الثانيه وفغم، وتناولوها بصحتين وفغم.